مرحبا بك عودة مرة أخرى للمنتخب الوطني. ربما الحظ ما حالفكمش في التسجيل خاصة في التسديدات وحتى في التوزيعات اللي كانت حاضرة. مع ذلك المنتخب الوطني حافظ على 7 مباريات دون هزيمة، متأهل بأريحية في الصدارة في انتظار الاستحقاقات القادمة. ما هي ربما بغداد الدروس لليوم استفدت منها في هذه المباراة أمام تونس، أمام منتخب قوي كذلك؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر مدينة عنابة على هذه الاستضافة. الجمهور اليوم كان رائع، كما نقولوا احنا كانت مباراة قوية. دخلنا المباراة ما تفرقش على المنتخب التونسي، عنده لاعبين في مستوى عالي، لعبوا كأس عالم. مباراة ما كانت سهلة، أكيد هما دخلوا سجلوا علينا بكرة ثابتة في ركنية، لكن احنا عرفنا كيفاش نرجعوا في المقابلة. حبينا الشوط الثاني، سيطرنا على الشوط الثاني كامل، عملنا فرص. الحارس اليوم كان بالمرصاد. نعم. الحمد لله هي مباراة ودية، احنا قاعدين نحضر كأس. نعم. فقط في الحديث عن تحضير الاستحقاقات القادمة، بغداد مع الشايبي، مع عوار، مع دماء جديدة، مع معالم جديدة، هل لقيت روحك يعني في هذه المعالم الجديدة، في هذا الليروباري صح التعبير، المعالم الجديدة بحضور شايبي وعوار وبالرحمة يعني وغيرهم من اللاعبين الجدد؟ أكيد أكيد، اللاعبين أعطوا إضافة كثير، قاعدين يتأقلموا شوية بشوية باش يدخلوا في المجموعة، في التكتيك تاع المدرب، كيفاش نتأقلموا مع بعضنا في داخل الميدان. هي ثاني مباراة مع بعضنا ولا ثالث، لازمها شوية وقت، وإن شاء الله إن شاء الله يعاودوا يرجعوا كما قال لك الفرح كما زمان. نعم. اليوم مباراة كانت قوية، وإن شاء الله يعاود يرجع بليلي بقوة إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى شقيقك يعني. نتمنى إن شاء الله يوسف يرجع بقوة، لأنه المنتخب بحاجة ليوسف. شكرا جزيلا بغداد بونجا.